السلام عليكم، معكم الدكتور هلال. يا رب تكونوا جميعا في أحسن صحة وأسعد حال. الجهاز البولي. مما يتكون الجهاز البولي؟ يتكون من الكليتين والأوردة والشرايين الموصلة أو المتصلة بهم والقناة البولية، قناة المجاري البولية. الكليتين بالأعلى، وكل كلية بيخرج منها حالب، والحالبين بيصبوا في المثانة تحت، ومن المثانة بيخرج الإريثرا أو الأحليل، وده بياخد البول إلى الخارج عن طريق القضيب في الرجل وعن طريق القناة البولية في المرأة. الكلية شكلها شكل حبة الفول بين شيب، وطولها من 9 إلى 11 سنتي. الحجم ده مهم لأن في الأمراض قياس الحجم بيدي مؤشر لبعض الأمراض. وفي مدخل الكلية هي شكل حباية الفول، الحتة الغويطة فيها من الجهة الداخلية بتبقى فيها حتة كده اسمها هايلوس. هايلوس دي عبارة عن شبكة من الأوردة والشرايين والأعصاب اللي بتربط الكلية بباقي الجسم. الكلية بتقوم بمجموعتين من الوظائف. المجموعة الأولى وهي الوظيفة الرئيسية، وهي تنقية الدم وفلترة الدم وإخراج البول، والمجموعة الثانية من الوظائف وهي إفراز هرمونات. زي ما احنا عارفين ان الكلية وظيفتها هي انها تحافظ على ثبات تركيبة المواد الموجودة في الدم، بانها بتشيل المواد الزايدة عن الحاجة وبتشيل المواد الضارة الناتجة عن التمثيل الغذائي الفود ميتابوليزم، وتطردهم جميعا الى الخارج مع البول. والكلى ايضا لها وظيفة هامة في تصنيع كرات الدم الحمراء ريتروبيوسيز، معلمة هنا بالليتر بالحرف E، وتنشيط فيتامين دي معلمة بالعلامة دي، فيتامين دي اكتيفيشن. وكل كلية مكونة من فصوص حوالي 18 فص، وكل فص مكون من جزيئات. هذه الجزيئات اسمها نفرون. الكلية الواحدة فيها حوالي مليون نفرون، والنفرون ديت هي الوحدة التي تكون الكلية، وهي الوحدة التي تقوم بوظيفة الكلية بالكامل. زي ما احنا شايفين الرسمة واحد وبتبين الفصوص بتاعت الكلية 18 فص، بنكبرها شوية فتظهر الرسمة رقم 2، وهي فص من الفصوص وفي كمية هائلة من النفرونات. النفرون اللي هو الوحدة الوظيفية، وحدة التصفية في الكلى. ولو كبرنا شوية إلى الرسمة 3 بيبان لنا شكل النفرون عبارة عن أنبوبة ملتوية ولفة داخل من القشرة إلى المضلة، يعني لها تركيبة كده معقدة شوية هنفهمها فيما بعد في التفاصيل. بعد ما شفنا الفيديو ألخص لكم كده اللي طلعنا منه من معلومات، وهو عن الجهاز البولي مكون من الكليتين، وكل كلية بينزل منها حالب، الاتنين حالب بيتجمعوا مع بعض ويدخلوا في داخل المثانة، المكان اللي بيتحوش فيه البول. طبعا المثانة ديت فيها أعصاب مزودة بأعصاب، وفي عضلات الأعصاب عشان توصل للمخ لما تتملي المثانة ومحتاج تفضى، والعضلات عشان بتتلقى الأوامر من المخ فتبتدي تنقبض وتفرغ البول اللي فيها. والبول بيخرج من المثانة إلى الخارج عن طريق إيه؟ عن طريق أنبوبة اللي اسمها الأحليل أو اللي اسمها اليوريثرا، تخرج البول الخارج. ده بالنسبة لتركيبة الجهاز البولي. بالنسبة لوظيفته، الجهاز البولي من الأجهزة وخاصة الكلية من الأجهزة التي تقوم بوظيفة معقدة، وربما تكون من أكثر الأجهزة في الجسم التي تقوم بوظيفة معقدة جدا، يعني من أكثر الوظائف تعقيدا. وهي ملخصة أنا ملخصتها في مجموعتين. المجموعة الأولى اللي هي الوظيفة اللي احنا نعرفها كلنا اللي هي إخراج البول، وإخراج البول بس مش هدفه ان احنا نخرج البول المية الزيادة، لا، ده إخراج البول دوت عملية يعني محسوبة بدقة شديدة جدا، هدفها انها تحافظ على تكوين الدم وبالتالي تكوين الجسم من مكوناته من المعادن
والسوائل الأخرى. دي أول مجموعة وهي فلترة وتنقية الدم وإخراج البول. المجموعة الثانية اللي هي إفراز شوية هرمونات. هرمونات بتشتغل لتكوين كرات الدم الحمراء الإريثروبايوتين، ومجموعة أخرى من الهرمونات مسؤولة عن تنشيط الفيتامين دي اللي احنا بنمتصه من الجهاز الهضمي عشان يكون فعال ويشتغل في الجسم. فيتامين دي اللي بنمتصه من الجهاز الهضمي في حد ذاته ما بيشتغلش، لازم يتنشط، وبيتم تنشيطه فين؟ في الكلى عن طريق هرمون معين. يبقى إذن نفهم من كده ان الكلى ليها وظائف مهمة أخرى غير مسألة فلترة البول. هذه الوظائف يعني ممكن واحد عنده مشكلة في الكلى يجيله أنيميا نتيجة عدم تصنيع كرات الدم الحمراء بشكل جيد. وممكن برضو ناس بنشوفهم عندهم هشاشة عظام، وده بيكون نتيجة ان الكلى نفسها مش قادرة تفرز الهرمون اللي مطلوب لتنشيط فيتامين دال، والناس دول بنضطر نديهم فيتامين دال مصنع منشط نشط جاهز عشان يعوضهم عن هذا النقص في فيتامين الدال النشط. ديت كده عبارة عن الوظائف بتاعت الجهاز البولي الهامة. عشان الكلى والجهاز البولي يقوم بوظيفته فهو مركب من تركيبة برضو معقدة جدا، وتعتبر سبحان الله من إعجازات تركيب الجسم البشري، لأن كل كلية فيها مكونة من فصوص، يعني مجموعات متقسمة، وكل فص من هذا في كمية هائلة من وحدات التصفية. هذه الوحدات التصفية كل وحدة اسمها نفرون. طب كم نفرون في الجسم؟ كم نفرون في كل كلية؟ يقال ان في كل كلية فيها 1,000,000 نفرون، فيها 1,000,000 وحدة تصفية، يعني الكليتين فيهم 2,000,000 وحدة تصفية بيشتغلوا على مدار الساعة، على مدار ال 24 ساعة لتصفية الدم وفلترته وإخراج المواد التي لا نرغب في وجودها في الجسم، والحفاظ على المواد المطلوبة ومهمة للجسم. الموضوع ده الوظيفة الأولى ديت أو المجموعة الأولى ديت في غاية الأهمية، لأن أي خلل فيها بيضيع حياة الإنسان تماما. يعني خلل في البي اتش القلوية والحموضة بتاعت الجسم الإنسان ممكن تموت الإنسان. الخلل في إخراج المواد الويست برودكتس، المواد الناتجة عن التمثيل الغذائي زي البولينة، نسمع عن التسمم البولي أو تسمم البولينة برضو تؤدي إلى حياة، تؤدي إلى أن الإنسان يفقد حياته. هذه المجموعة من الوظائف الهامة مدعومة بتركيبة معقدة جدا من الكلية هدفها أنها تقوم بهذه الوظائف. وإن شاء الله في الفيديوهات الجاية نكمل الكلية نفسها تركيبتها وإزاي بتقوم بوظائفها، وهتشوفوا إزاي الكلية ديت في القيام بوظائفها يعني شيء إعجازي فعلا لا يمكن عقل يتصوره. كيف هذه الكلية الواحدة اللي في شكل الفولة وطولها حوالي 9 سنتي من 9 ل 11 سنتي بتقوم بهذه المهمة المعقدة. انتوا لو شفتوا في وحدات الدياليسيز اللي هي غسيل الكلى، الجهاز بيبقى واخد الغرفة بحالها، ومع ذلك لا يستطيع انه يقوم بمهام الكلية بالدقة وبالكفاءة اللي بتقوم بها الكلية البشرية. فان شاء الله تابعوا معنا الفيديوهات، وان شاء الله تستفيدوا منها وتفهموا الكلام بتاعي، لان بحاول بقدر الامكان انه يكون مبسط على قد ما اقدر طبعا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.